كثفت إدارة الفيصل جهودها لإنجاز متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية التي تحتم على النادي الالتزام بالعديد من النقاط. الفيصلي نجح في إتمام متطلبات الحصول على الرخصة باستثناء شرط واحد تمثل في التفاصيل المالية والشكاوى الدولية والمحلية التي تحتاج لمبالغ مالية كبيرة. ويعمل مجلس إدارة النادي على تسديد كافة المستحقات المالية للاعبين والأجهزة الفنية في القضايا المحكوم فيها نهائيا أو تسويتها أو جدولتها باتفاق مشترك مع الشخص المعني، وذلك قبل اليوم الأخير من شهر آذار المقبل، بناء على تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنح الترخيص للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد.